أعماركم راح تشوفوا لما الله يسلط طيل فيها بما هو خير. راح تشوفوا إنه بعد ما كنا نقول غرب نصير نقول شرق. يعني الغرب بس شيء معدود على الأصابع، خلصنا. طبعا مش تفصيله الآن، مش تفصيله الآن. ليش؟ كسروا أهم ما كسروا، مبدأ الرسالة والقيم والمبادئ والحرمات والتفاصيل هاي كلها، مبدأ القدسية والأسرة وما هو أكبر من الأسرة والتفاصيل هاي، والبنية الذرية للمجتمع، تفاصيل طويلة، تفاصيل طويلة. إذن لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أنت باعتبار الرسول رسالة، ليش الرسول يعني رسالة، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللي هو مبدأ التوالد الهائل هذا استمرار وانتقال الحضارات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن هذا قانون معظم، أقسم مشان يصلوا مشان شيك، هذا قانون معظم، هذا أساس افهم. وعلى فكرة إذا فهم الإنسان إنه هذا هو القانون بيعود يستوعب، على فكرة بيعود يبذل جهد والتفاصيل وما يشعرش بأنه هو مغبون. كثير كثير من الناس اللي بينحرفوا، ليش بيسرقوا؟ السرقة طبعا لمصلحة فردية ضد المجموع، السرقة مصلحة فردية ضد المجموع، ليش بيسرق؟ مستعجل، بدوش يكابد زي غيره، بدوش يتعب زي غيره، مش هيك؟ ليش بيرتشي؟ بده يطفل على جهود الآخرين، بدوش يتعب، الناس تتعب وهو هو هو ياخذ. ليش بروح على القمار؟ مشان الناس تتعب وهو لا. اذا الانحرافات بتلاحظوا ايش؟ الانحرافات هو ناس مش قادرين يستوعبوا قانون لقد خلقنا الانسان في كبد، مش قادر يفهم هذا الكلام. عشان مش قادر يفهم بده يطفل على جهود الاخرين، وكانه الاخرين مخلوقين للمكابده والمجاهده، هو بياخذها على البارد المستريح زي ما بيقولوا. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا مبدا. الملفت للانتباه إنه أهل التفسير في الغالب شو بيقولوا؟ بأخذوا يقدر على أساس اللي هو زي ما نفهمها لأول وهلة، إنه يقدر عليه أحد يعني هو بظن إنه ما حدا بيقدر يسيطر عليه، وهذا الكلام يبدو مش مقصود في الآية. هذا الكلام مش مقصود في الآية. ليش؟ لأنه شو علاقة هذا بيقول أهلكت مالا لبدا وعم بتكلم أهلكت مالا لبدا؟ إذا معناته شو معناته أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقدر هنا بمعنى يضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر عليه، شو معنى قدر عليه؟ ضيق، فيقول ربي أهانا. قديش من هذول الناس اللي بيشعروا انه لما بيضيق عليه في الرزق بقول شو ما لقيوش الا انا؟ يعني شو معنى انا؟ لا انتبه، لقد خلقنا الانسان في كبد، وكأنه مغمور في الجهد والمشقة والكد والمكابدة، بشك؟ فينتبه إنه هذا قانون، قانون إيش؟ قانون شأنه عظيم. ما هو إذا كل واحد يقول إشمعنى أنا، مين بيقول إيش وقتها إشمعنى أنا؟ إذا كل واحد يقولها ما عادش فيه لا خلافة في الأرض ولا حضارة ولا استمرار بشرية ولا تفاصيل، تمام؟ لاحظوا، إذا شو معنى أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يظن الإنسان، لأن الكلام عن الإنسان، ويبدو أن الآية بدأت تتجه للكلام عن الإنسان اللي مش مستوعب الموضوع، مش الإنسان المستوعب الموضوع. الآن صار الكلام وين؟ مش فرد بعينه، هي مقولة نوع من الأنواع من البشر وأكثرية. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ شو معنى يقدر؟ يضيق
يعني هو عنده كنه ضمانات انه مش راح يضيق عليه، عنده ضمانات مش راح يحد من يعني بظن ما فيش قيود، بظن ما فيش قيود، بظن ان المساله مفتوحه سايبه. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى وذنون، اللي هو يونس عليه السلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. مش القصد أنه يونس ظن الله بقدرش عليه، طب ما عين ولد صغير فينا بدري أنه الله بقدر عليه، بقدر له يعني مش هيك؟ الولد الصغير بفهم يعني يونس مش فاهم عليه السلام، لا، هو يونس ظن أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه، الدنيا واسعة، إذا ما عجبوش قومه هذول اللي أرسل إلهم خليه يروح محل تاني، يعني ظن أنه مسألته مش مرهونة بهذول الناس، يعني الله مش مضيق عليه، هذول أصلا الناس ما بنعاش بينهم، ذهب مغاضب، غضب منهم، غضب قومه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، غاضبا لمين؟ ظن أن لن نقدر عليه، يعني انه مش مضايقين عليه احنا. طب كلفت انت بوظيفه محدده بتظن انه يعني بظن انها واسعه الشغله، ما احنا مكلفناك، ظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن انه الله ما مش مضيق عليه، يعني مثل ما في بشر هون بروح هذول البشر بسوش مثلا بروح على هذولك خلصنا. ولذلك كانت نتيجته عقوبته اللي جعلته يستوعب انه حطه في اضيق مكان، وظن ان لن يضيق عليه فضيق عليه وين؟ في الحوت، لما التقموا الحوت، مش التقموا الحوت، فلما وقع في هذه الضيقة قال لك والله باقي هذيك ما واسعة كتير، لو ظلينا في المحل هذاك احسن لنا. فنادى في الظلمات واعترف بأنه إيش استوعب أنه شو وقعني في هالضيقة، لأني وكنت أظنها واسعة الشغلة، بقدر يعني أترك المسؤوليات اللي كانت شيء إلي في هذا المكان بشيك. زي أستاذ مثلا بيعجبوش الطلاب بس بترك المدرسة بروح بتلحق التربية بتبعت ورا، وين يا أستاذنا؟ بقول أنا عارف، بقول ما في مليون مدرسة ما فيش. طيب هو خاطر احنا اللي بننكرك هون 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 يم فركتها. أيحسب الإنسان يعني أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. هون العجيب أنه في تركيز على موضوع المال، وإحنا سبق قلنا أن الله سبحانه تحدث عن قوامين. قوام الأول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله المال قوام الحياة، و جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قوامين، مش قلنا قوام مادي، قوام بتعلق بعالم الروح والمعنى، سبق في سورة التين. طيب الآن بدنا نربط، أيوة لاحظوا، هو لو جيت لباب الفقه الإسلامي، باب الفقه الإسلامي مثلا في الطهارة، في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، أنت تكتشف أنه الكلام مثلا في موضوع العقود والمعاملات والتفاصيل برضو واسع جدا، عالم الأموال. يعني الإسلام فصل في الفقه في عالم الأموال تفصيل دقيق، زي ما فصل في شؤون الأسرة، في شؤون الأسرة، بنية الأسرة، وفصل في أحكامها ابتداء من أول يوم من الخطبة والزواج وأحكامه والميلاد والميراث والحضانة والنفقات في المال، تنظيم عجيب لأهميته وكونه قوام الحياة.